السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. وفي هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الحصة الأولى من الوحدة السادسة، الماء والهواء، الحصة الأولى بعنوان المياه العذبة لزودوس، من كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. مرحبا بكل متتبع جديد على نظام القناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. اذا هذا الفيديو غادي يخص الصفحات 70 و71 من هذا الكتاب المدرسي. مزيان، اذا كما كتلاحظوا الاهداف من هذا الدرس، غادي نحددوا مصادر المياه العذبه، يعني احدد مصادر المياه العذبه واذكر مجالات استعمالها، استنتج انعكاسات ندره المياه وتلوثها على حياه الكائنات الحيه، يعني غادي نعرفوا الانعكاسات ديال ندره المياه وكذلك الانعكاسات ديال تلوث المياه على حياه الكائنات الحيه. مزيان، اذا من طبيعه الحال كما دائما غادي نبداو بقراءه الاحظ ونلاحظوا كذلك صوره الانطلاق. اذا الصوره كتبين بانه مجموعه من الاسماك، أسماك ميتة بجوار نهر، يعني هنايا نفوق الأسماك بجوار النهر أو في جنبات النهر. إذا نقرأ الملاحظة: شاهدت سناء خلال نشرة الأخبار أسماكا ميتة بجوار نهر يمر قرب مصنع يرمي نفاياته فيه، فتساءلت عن علاقة المصنع بموت الأسماك. إذا هاد سناء شنو شاهدت؟ شاهدت واحد النشرة ديال الأخبار وشافت أسماك ميتة بجوار النهر، إذا أسماكا ميتة بجوار، اذا الحوت ميت بجوار النهر، يعني كما هكا كما هاد الصوره هذه. هذا النهر هذا يمر قرب مصنع، هذا النهر هذا كيدوز قدام واحد المصنع، هذا المصنع يرمي نفاياته فيه، يعني المصنع يرمي النفايات فين؟ في النهر. فتساءلت عن علاقه المصنع بموت الاسماك، وبقات كتسائل بانه ما علاقه المصنع بموت الاسماك. اذا في نظركم ما هو سؤال التقصي اللي غادي يجي مناسب مع هذه الوضعيه وكذلك صوره الانطلاق؟ اذا كما عودتكم غادي نوليو نكتبوه هكذا، يعني سؤال التقصي هنايا والفرضيات. اذا سؤال التقصي اللي غادي يجي لي مناسب مع هذه الوضعيه. اذا الوضعيه الهدف منها هو انها تبين بانه المياه الملوثه كتاثر على الكائنات الحيه، واذا ضرورة وجود مياه عذبة كي تعيش الكائنات الحية في سلام. إذا سؤال التقصي في هذه الحالة وهو: ما هي مصادر، انتبهوا معايا، ما هي مصادر، مصادر ماذا؟ ما هي مصادر المياه العذبة، المياه العذبة، وما هي مجالات استعمالها، مجالات استعمالها، ما هي مجالات استعمالها؟ إذا هذا هو سؤال تقصي، غادي نحاولوا نجاوبوا عليه هنايا. فرضيات: إذا أفترض أن مصادر المياه العذبة، مصادر المياه العذبة هي الأنهار، إذا الأنهار تعتبر مصدر من مصادر المياه العذبة، والعيون، البحيرات، والوديان، إذا هذه كلها، وكاينه مجموعه من المصادر الاخرى للمياه العذبه. اذا عندي الانهار والعيون والبحيرات والوديان، هي امثله لمصادر المياه العذبه. ندوزو الان للافتراض الثاني. اذا افترض ان استعمالات المياه العذبه، دابا غنجاوبو على السؤال الثاني، متعدده ومختلفه، يعني استعمالات مختلفة، يعني ماشي كاين استعمال واحد لهذه المياه العذبة، وبالتالي تستهلك بكثرة مما يؤدي إلى ندرة المياه. نعم، تستعمل أيضا، تستعمل في الشرب والسقي وكذلك الصناعة. إذا تستعمل في الشرب، في السقي، وكذلك في الصناعة. إذا هذا هو سؤال تقصي، وهذو هما الفرضيات، يعني أجوبة مقترحة لسؤال التقصي، قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. إذا باش غادي نعرف بأن هذه الفرضيات واش صحيحة ولا خاطئة، غادي نحاول أن نجاوب على أسئلة أتحقق. صافي، أتحقق. إذا أتحقق، جو فيغيفي. السؤال الأول أو النشاط الأول: أكتب في كل خانة اسم مصدر المياه العذبة المناسب. إذا هنايا كل صورة تحت منها كاين فراغ، غادي نكتب فيه مصدر المياه العذبة المناسب. إذا الصورة الأولى كاين فيها ثلوج، إذا الثلوج تعتبر مصدر من مصادر المياه العذبة. علاش؟ لأن ديك الثلوج ملي كتنصهر كتدخل
في التربه، وكتعطينا المياه الجوفيه، ديك المياه الجوفيه اللي كتخرج على شكل عيون وابار الى غير ذلك. اذا هنايا مصدر وهو الثلوج. الثلوج. ثانيا عندنا كتلاحظوا هنايا التساقطات المطريه، اذا هنايا المصدر هو التساقطات، التساقطات المطريه صافي، اولا الامطار نديروها الامطار. ثالثا اش كيبان لكم هنايا؟ كيبان النهر صافي، الانهار اولا النهر. نعم. رابعا السد اولا السدود، لان عندنا كيبان لنا غير سد واحد. خامسا شنو كيبان لنا؟ اذا هذه عباره عن بحيره، بحيره او ضايع، بحيره صافي، بحيره تعتبر كذلك مصدر من مصادر المياه العذبه. سادسا عندنا البئر صافي، البئر اولا الابار صافي، اولا الابار. مزيان، اذا هذه كلها مصادر للمياه العذبه. Dans la question suivante, suivez avec moi. Je réécris les noms de ces sources et je donne d'autres sources d'eau douce. غادي نكتب المصادر أو الأسماء ديال هاد المصادر هادو، وغادي نذكر بعض المصادر الأخرى. غادي نكتبو، دونك نكتبو لي زو يعني المياه ديال الأمطار، لي زو دو دو بلوي، ديرو نيج ديال الثلوج، ديرو لي ريفيير، لي ريفيير اللي هما الانهار، نديرو لي بوي اللي هما الابار، اي لي باغاج، اي لي باغاج، باغاج اللي هما اللي هو السد صافي، لي باغاج هما السدود صافي. مزيان، اذا هادو هما المصادر ديال الماء او المياه العذبه. ندوزو للنشاط الموالي، تابعوا معايا. اكتب مجالات استعمال الماء في الخانات المناسبة، المنزل والفلاحة والصناعة. اذا لاحظوا الصور 7 8 9 كيبينوا لنا استعمال المياه. اذا سابعا تبريد الالات، اذا تبريد الالات واش الاستعمال كيكون في المنزل ولا في الفلاحة ولا في الصناعة؟ اذا بطبيعة الحال كيكون في الصناعة لانه كيبان لنا بانه كاين مصنع هنا. اذا الصناعة. غسل الاواني بطبيعة الحال في المنزل، وسقي النباتات يعني الفلاح، مجال الفلاح، الفلاحة. السؤال الموالي، أذكر بعض استعمالات الماء في المنزل. إذا استعمالات الماء في المنزل، أين نستعمل الماء في المنزل؟ طبيعة الحال نستعمله في غسل الأواني، غسل الأواني، أواني. كذلك استحمام، استحمام. ثم نظافة الملابس. إذا مجموعة من الاستعمالات الأخرى. أذكر بعض استعمالات الماء في الفلاحة. دابا نستعملوا الماء في الفلاحة، أين يتجلى استعمال الماء في الفلاحة؟ إذا نديروا مثال الري، الري يعني السقي، الري بكل أو بشتى أنواعه، بكل أنواعه. إذا نتكلموا على الري، إذا الري بكل أنواعه مثلا النقطية، يعني الري نقطة نقطة. إذا مجموعة من الاستعمالات الأخرى، إذا الري بكل أنواعه، السقي إلى غير ذلك. أذكر بعض استعمالات الماء في الصناعة. دابا الصناعة، الصناعة كنستعملوا الماء في الصناعة لتنظيف، لتنظيف المواد الأولية، داك المواد الأولية اللي بغينا نستعملوها في الصناعة كننظفوها بالماء. ثم ماذا أيضا؟ ثم تنظيف، تنظيف المعلبات. إذا داك المعلبات مثلا بغينا، مثلا واحد المصنع كيصاوب السردين، السردين ديال البواط، إذا ضروري خصو يغسل داك البواطة قبل ما يملأها صافي. تنظيف المعلبات قبل ملئها صافي، قبل ملئها. دوزو الآن لصفحة 71 باش نكملو الأنشطة ديالنا. إذا النشاط 3، ألاحظ الصور التالية وأكتب آثار ندرة المياه على الإنسان والحيوانات والنباتات في الخانات المناسبة. إذا هاد الصور هادو كيتكلموا على آثار ندرة المياه، يعني الماء منين ما كيبقاش شنو كيدير لنا، شنو المشاكل اللي كيدير. إذا الصورة رقم 10 كتبين طفلة تجلب الماء، يعني تجلب الماء من مناطق بعيدة. الصورة رقم 11 يعني بقرة ميتة، إذا هنا بقرة ميتة وذلك من شدة العطش مثلا. 12 نباتات يابسة، يعني ما بقاتش عندنا نباتات خضراء والسبب يعني قلة المياه. إذا ما هو آثار أو ما هي آثار ندرة المياه على الإنسان؟ إذا آثار ندرة المياه على الإنسان يعني قلة ماء الشرب، قلة ماء الشرب. على الحيوانات، موت الحيوانات، موت الحيوانات يعني الحيوانات كتموت. بالنسبة للتأثير على النباتات يعني كيوقع ذبول،
ذبول ديك النباتات كتذبل وكذلك تموت. ذبول وموت النباتات، النباتات الخضراء صافي، الخضراء يعني كتوقع على الذبول وكذلك كتموت. مزيان، إذا نمر الآن إلى السؤال الموالي. أذكر آثارا سلبية أخرى لندرة المياه على الكائنات الحية. آثار أخرى مثلا نذكر تقلص، تقلص المساحات الخضراء، ديك المساحات الخضراء ما كتبقاش بزاف، المساحات الخضراء، واندثار، اندثار الغابات، مما يؤدي، مما يؤدي إلى موت الكائنات الحية التي تعيش على أو التي تتغذى، تعيش أو تتغذى، تتغذى على النباتات. ثم ماذا أيضا؟ كيوقع لنا اختلال التوازن البيئي، صحيح؟ اختلال التوازن البيئي، وغادي تقراوه في المستوى السادس ابتدائي، كيف يتم اختلال التوازن البيئي داخل وسط بيئي. ندوزو النشاط الرابع، انتبهوا معي دائما. رابعا، ألاحظ الصور التالية وأكتب آثار تلوث المياه على الإنسان والحيوانات والنباتات في الخانات المناسبة. كما كتلاحظوا هنايا 13 14 15 الصور توضح أن عندنا المياه ملوثة، لأن السباحة في المياه الملوثة، لأن واحد الولد كيعوم في مياه ملوثة. هنايا عندنا طرح مياه المصانع في الأنهار، يعني مياه المصانع كيطرحوها في الأنهار. السقي بالمياه العادمة، ناس كيسقي الفلاحة ديالو باش مياه عادمة، يعني مياه ديال الصرف الصحي، صافي. نشوفوا الآثار، الآثار ديال السباحة في المياه الملوثة. ده الآثار هنايا، الأمراض الجلدية، الأمراض الجلدية يعني كيكون عند هاد الناس اللي كيعوموا في المياه الملوثة أمراض جلدية عديدة. بالنسبة للحيوانات، على الحيوانات كيف يؤثر أو كيف تؤثر مياه المصانع على الحيوانات، أو تلوث الماء على الحيوانات، يؤثر يعني موت الحيوانات، كيوقع لهم موت الحيوانات، يعني الأسماك اللي كتكون تما كتموت. على النباتات مثلا كيوقع لنا تسمم، تسمم النباتات، النباتات وضعف، وضعف نموها وكذا وموتها، صافي. كتسمم داك النباتات كتسمم والنمو ديالها كيضعف مما يؤدي الى موتها، صافي. اكتب بعض الاثار السلبيه الاخرى لتلوث المياه على الكائنات الحيه. كيف تؤثر المياه الملوثه على الكائنات الحيه، على الانسان؟ نبداو على الانسان، على الانسان اش كيوقع لنا؟ كيوقع لنا انتشار الامراض الجلديه، أمراض الجلدية. ماذا أيضا على الحيوانات مثلا؟ يوقع لنا اختلال التوازن البيئي داخل الأوساط البيئية، صافي. يعني كيوقع واحد الاختلال في التوازن، يعني في السلاسل الغذائية بالضبط، السلاسل الغذائية، صافي. على النباتات يعني تسمم، ذكرناها الفوق، تسمم النباتات و موتها، صحيح، تسمم النباتات وموتها. الآن غادي ندوزو للأستخلص. إذا الملخص هو كالتالي، إذا مصادر المياه، المياه العذبة متعددة مثل الأنهار والسدود. تستعمل المياه العذبة في المنزل والفلاحة والصناعة، وتؤدي، تؤدي ندرة المياه، ندرة، ندرة المياه، ندرة المياه وتلوثها، وتلوثها إلى وفاة الكائنات الحية أو مرضها، يعني كتؤدي إلى وفاة الكائنات الحية أو لك تمرض أو أو تتسمم، أو تسممها، أو تسممها، صافي؟ أو تسمم. إذا مصادر المياه العذبة متعددة مثل الأنهار، السدود، وتستعمل هذه المياه العذبة في المنزل، الفلاحة والصناعة، وتؤدي ندرة المياه وتلوثها إلى وفاة الكائنات الحية ومرضها وتسممها. دوزو الآن وطبق، نطبقوا داك الشيء اللي تعلمنا في هذا الدرس هذايا. أضع علامة تجفيف في الخانات المناسبة أو الخانة المناسبة. غسل الفواكه واش هو نشاط منزلي، نشاط فلاحي، نشاط صناعي؟
نشاط فلاحي، ممكن كذلك اعتباره نشاط منزلي. دوزو الآن لغسل الأسماك. غسل الأسماك هو نشاط صناعي، يعني كنتكلموا على الصناعة. وغسل الأواني نشاط منزلي. باين كاسون دو كي اون فرونسي جيكري ان افي دو لا غاغتي دو لو اي ان افي دو لا بوليسيون دو لو سور شاك اتر فيفون. الآثار ديال ندرة المياه وكذلك الآثار ديال تلوث المياه على الكائن الحي. سور لي زومان يعني على الإنسان. غالطي دولو ندرة المياه شنو كيأدي إلى ماذا؟ المجاعة مثلا، لا فامين، صافي المجاعة. بوليسيون دولو مالادي، أمراض. تلوث الماء كيأدي إلى أمراض. حيوانات ممكن نديرو لا مور، بالنسبة للتلوث كيأدي كذلك لا مور، الموت. بالنسبة للنباتات الموت، يعني إذا كان الماء قليل يعني كتموت داك النباتات. والتلوث ممكن يعطينا التسمم، صافي لومبوازمون. صافي التلوث كيعطي التسمم ديال النباتات الخضراء. بهذا غادي نكون كملت هاد لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص صفحات 70 71 من كتاب المتعلم والمتعلمة من هل النشاط العلمي مستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.